وده خلينا ننتقل الى الحديث عن النهارده. طبعا زي ما احنا عارفين انه الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا هو من اعلن القوائم، النادي الاهلي وكان مخبي شويه وما كانش حتى الان اعلن القائمه، لكن النهارده الاتحاد الدولي هو اعلن القائمه. واحنا كنا هنا من يومين انفردنا مع الاستاذ محمد شبانه وفقا للملف الطبي بابرز المستبعدين. خلينا نستعرض معاكم سريعا الاسماء القائمه. في حراسه المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، الدفاع اكرم توفيق، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، علي معلول، كريم الدبيس، ياسر ابراهيم، رامي ربيع، محمد عبد المنعم، في الوسط عمرو السوليه، مروان عطيه، ديانج، افشه، امام عاشور، واحمد نبيل كوكا، في الهجوم حسين الشحات وبيرسي طاو، طاهر محمد، كريم فؤاد، وكهربا وموديست. طبعا المستبعدين كلنا عارفين انه ابرز الاسماء صلاح محسن واحمد عبد القادر، دول الاسباب الفنيه. طبعا بعد كده كريم نيدفيد، محمود متولي، رضا سليم، وزعلوك وكريستو، دول ابرز المستبعدين. كان في حاجه مفاجاه ليك يا كابتن عبد الجليل في قائمه الاهلي؟ هي القائمه حلوه، بس طبعا صلاح محسن واحمد عبد القادر، وبرضو على مضض كده كريستو. يعني انت كريستو لعيب كويس بس وجبناه من فتره ويعني كان اتعار. يعني طب كان هيدخل القائمه على حساب مين؟ ما ده السؤال، يعني يدخل على حساب مين؟ طيب جه وليه؟ ما هو انا عشان اجيب لعيب محترف او المفروض ان هو كان تحت السن لسه وناشئ. يعني حتى لو اللعيب المحترف يعني مش في مستواه تفضل ضمه على لعيب مثلا موجود بيلعب او طالما جبته ودفعت فيه دولارات يا استاذ بليغ وفضلته على ابناء النادي يبقى هاخده. يعني دي حتى نقطة جدل، الناس تقول لك طب صلاح محسن ولا مودست في الوقت لا ده؟ لا طبعا صلاح محسن طبعا قده 30 مرة، بس هو انا اللي جايب مثلا مودست فما اقدرش استبعده وانا جايب. يعني الدولارات هي اللي حكمت في ان هو استمرار مودست على حساب صلاح محسن وتصميم كولر. انت فاهمني؟ انما صلاح باللي هو يعني مش كويس بس احسن من مودست. عبد القادر اللي هو خلاص ده يعني يعتبر اخر شهور يعني في النادي الاهلي، يعني بعد استبعاده من البطوله اعتقد ان هو خلاص يعني بنسبه 80 90% هيغادر النادي الاهلي. طبعا هو بالفعل يعني عبد القادر اصبح على اعتاب رحيل النادي الاهلي. نادي سموحه تحدث مع عبد القادر على ان هو انتقال الى سبيل الاعاره، لكن عبد القادر رفض وتمسك بالبحث عن عرض خليجي. هو الان يرفض الاستمرار في الدوري المصري ويبحث عن عرض خليجي. طبعا برضو كان يعني كان من ضمن الاسماء اللي طلبها، طبعا احنا عارفين سموحه والنادي الاهلي كل موسم بيبقى فيه صفقات. كان سموحه طلب زعلوك والسيرد باك الشاب معتز، لكن المفاجاه ان هو معتز طبعا محمد من الاسماء اللي هو كان طلبها نادي سموحه، لكن المفاجاه ان كولر رفض تماما وقال ان هو زعلوك ومعتز دول من يعني اللعيبه اللي هيكون ليهم مستقبل معايا. وفكر الناس انه قال لك كان السنه اللي فاتت كوكا من الاسماء اللي كان طلبها برضو سموحه، لكن هو تمسك بيه وقال انه هياخد فرصته، وبالفعل السنه دي خد فرصته. يعني زعلوك ومعتز هو من شافهم من اللعيبه اللي هيكون ليهم مستقبل مع النادي الاهلي. عبد القادر استاذ احمد تتفق معانا ان هو خلاص ايامه اصبحت معدوده في النادي الاهلي؟ طبعا، بس الاول انا عايز اتكلم القايمه. احنا القايمه المعلنه، القايمه الرسميه، القايمه مش الرسميه، تسريب القايمه مش تسريب القايمه، ليه؟ ايه ده؟ هو اي حد ماشي في الشارع هتقول له قايمه الاهلي هيتكلم بس عبد القادر موجود ولا لا، صلاح بس موجود ولا لا، مش كيمياء. انت بتخبي ليه؟ حتى القايمه المحليه بيخبيها يا فندم. حتى دلوقتي وانت ادرى طبعا مفيش سر دلوقتي، خلاص احنا دلوقتي انت بتجيب خبر لازم في ساعتها بتقول عشان الخضر هيقولوا بقى قبليه، ما في الخبر ما بيقعدش ثواني مش دقايق، خلاص ده الفيفا اللي اعلن قبل ما يعلن. لا ما يصحش ان انت دلوقتي احنا بناخد الاخبار من الفيفا ان انت القايمه، طب ما انت بعتها، طب ما اتبعتت خلاص. وحتى اللعيبه يا استاذ احمد المفاوضات بردك مع الانديه او المدربين، اللعيبه بردك احنا في مصر بيبقى سر حرب، احنا برضو بنستقيم الصحف الاجنبيه ده حتى مدربي الاهلي لما بتعرف مع مدرب او الزمالك تتعاقد مع مدرب بنعرف من بره. القصه دي خلاص عاف عليها الزمن، القصه ان انت خبي او ما خبيش، مخبي هنا ما بره ما بيخبيش. لا يعني انت حتى في اي قايمه خلاص الاهلي تحديدا ما بقاش يعلن القايمه بتاعته. ليه؟ القايمه المحليه، انت قايمه كاس العالم وكلنا عارفين القايمه والبرامج كلها والمواقع كلها كانت في القايمه، انت جاي النهارده تقول القايمه الرسميه، يعني امر مش صح. لكن طبعا عبد القادر طبعا خلاص كده، عبد القادر اكيد ان الموضوع علاقته بالاهلي انتهت من يعني دي كانت يعني عارف ايه
زي بيقولوا الاعلان الرسمي لنهايه علاقه عبد القادر بالاهلي، لكن هي بقى لها شهور منتهيه الجفاء اللي بينه وبين كولر. ولكن رغم ده كله انا شايف ان اختيارته معظمها منطقيه، يعني بنسبه 99% 98% منطقيه. اي حد هيقول لي زي ما انت قلت كده، هات طب شيل لي ما شيل حد. انت هتتكلم في خالد عبد الفتاح، اخده ولا اخد صلاح محسن؟ وحق ربنا احنا كابتن سيد معوض معايا هنا المره اللي فاتت كان قلت ان صلاح محسن اولى، بس هو اتكلم بنظريه ان برضه ان ممكن تلاقي ان ياسر ابراهيم برضه مش محمد عمنا ممكن برضه لسه مش سليم قوي، فهو قال لك افضل مدافع على مهاجم. لكن دلوقتي انت مسافر، انت خليك صريح في مودست، انت دلوقتي مسافر بمهاجم واحد وهو كهربا. انت دلوقتي الاهلي رايح المونديال بمهاجم واحد، ما مودست هو واخده كده عشان حبيبه يعني، عشان لا هو اللي جايبه زي ما كابتن عبد الجليل قال ما ينفعش اقعده صح. لكن انت الاهلي منطقيا انه يبقى في كاس العالم يبقى باكتر من مهاجم. يعني تتوقع ان مودست ما يكونش ليه مشاركه في البطوله؟ لا هيشاركوا طبعا. بس المهاجم الرئيسي انت شايفه؟ لا هيشاركوا. امبارح استاذ يوسف سبانا سالنا كلنا يعني هيقول في كاس العالم، فانت ايه رايك؟ لا اصل كاس العالم مش 100 ماتش هو في الدوري يعني هيقول لا لا يعني كاس العالم يعني. لا كاس العالم الاهلي لو عدى اتحاد جده هيقول لكن ما عداش مش مودست. هيقول لا الاهلي بكلمك على مودست. ايوه ما هو مودست هيلعب امتى؟ هيلعب ماتش اتحاد جده ده مكهرب يا سيدي. لو ممكن يبدا بيه استاذ احمد يعني ممكن يلعب هو. لا طبعا هيجيب معاهم. ممكن ما يلعب يبدا بيه يا كابتن؟ لا طبعا لا طبعا يبدا كهربا طبعا. ما انت معاك كهربا وممكن يلعب بس تاني. لا كهربا كهربا طبعا كهربا امره منتهي. لكن انا بقول ايه بعد كده الاهلي لو وصل بقى كمل في البطوله هيديله فرص اكتر وبتاع. لكن انت ماتش اتحاد جده ده ماتش طوله انت مكمل يا هتخرج، فصعب ان هو يديله يعني. لكن لازم منطق ان هو ياخده يعني الفلوس دي كلها والدولارات زي ما قلت ان هو اللي جايبه هو مرشحه مش هيقعده طبعا يعني. وليه ان هو عمال يديله 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 ده امر منطقي يعني. لكن في المجمل انا شايف ان القائمه منطقيه طبعا منطقيه. طب المفاجاه برضو ان هو كولر يعني تمسك برضو بمودست ورفض فكره رحيله في يناير ايا كان الاداء في كاس العالم، رافض ربط مصير مودست. لا ده قاعد مودست قاعد رافض ربط مصير مودست بكاس العالم طبعا. يعني بقول لك لا مودست ظهر في كاس العالم سمع ما سمعش هو مستمر مع النادي الاهلي، ما فيش فكره رحيله في يناير هو مستمر لنهايه الموسم، وطلب مدافع وظهير ايسر وقال لك يعني ايه ممكن احنا ايه جنب مودست يعني نجيب مهاجم محلي مش محتاج يعني حد محترف. نص التصريح الثاني ده ماشي، انما الاولاني ده ان مودست اداء مش بمزاجه، لان لو صمم ممكن هو ومودست يمشوا، لان اخر جلسه كان فيها قرصه جامده قوي. ايه بقى اللي سمعته في الاخر جلسه دي؟ القرصه دي كانت من مين وعشان مودست تحديدا ولا لا مش ولا بصفه عامه؟ كابتن الخطيب قعد مع الجهاز وقعد مع الراجل وشدهم يعني قال لهم يا جماعه لا المنظر وكده ولازم يبقى في شده، انما مش يعني ممكن يعني كولر يكون ضحيه عناده وتمسكه بمودست يدفع ثمنه غالي؟ مش 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 هيدفع ثمنه غالي، بس لا هيبقى في لو الراجل ده ما ظهرش لغايه شهر واحد كده كده العقد بينهم وبين أنا ممكن انهي عقدك لو انت ما اديتنيش. لا هو اصل هي الفكره في حاجه، الفكره دلوقتي اما هو يجي يقول ان هو يمشي في يناير هو كده بيفشل نفسه بيقول ان انا غلط وصعب قوي من طريقته من عناده بتاع ان هو يعترف بغلطه، فهو هيراهن معاه لاخر لحظه واخر نقطه مش يعني هو اللي جايبه هو اللي مراهن عليه او بس الكلام ده. بس الاداره هتسيبه يا استاذ خضري؟ هتسيبه هتعمل ما ايه؟ ما هو انت عايز فرود تاني. لا ما هتسيبه ما هو ما هو كده هتضحي. هات مهاجم هات مهاجم محلي محلي وهو المدرب المسؤول وهو المسؤول وهو بيراهن برضه ان هو يعني بيحارب الطبيعه ويحارب الزمن يحارب كل حاجه ان هو يطلع قماش يبقى هو انتصر على الكل نسبة ضعيفة بس برضه في دماغه. لكن هو مش هيسلم مش هيرمي فوطة اصل معنى كده يقول لك مودست يمشي ان انا ما مدرب فاشل ما بعرفش انقي لعيبة مع اني مش عارف ايه فمش هيوافق بسهولة يعني. اصل المشكلة يا استاذ خضري ادينا النهارده شفنا المقاولين انا بتفق لا لا مقاولين ايه يا راجل؟ شفناه يعني مودست هو الراجل العشمان ان هو يكسر الدنيا في الدوري المصري هنا لان الفرق هو التحدي هو مودست جاي ولكن هو لعب شوية ماتشات برضه مع فرق ما هو مش عارف يجيب جون.